القوات العلمية يجب أن تحمي نفسها من أي اعتداء. طببت أمريكا وتعاقدت وياهم، حيدر العبادي بعت القضية، أحمد الصافي اللي جيت من قبل المرجعية، اللي هاي الشباب خلوك لابس عمامتك، خليتهم يقابلونهم برصاص، هم بي من جايين بس بكمامة وشفقة. عتبنا الأول والأخير على المرجع، مثل ما انطيت فتوى بحق هاي الناس اللي قاتلت ووصلت العتبات المقدسة، اعطي فتوى بيهم. تثبت جدارتك وتثبت انت انسان شريف وتثبت انت هويتك عراقي.